أنا بحضراتكم مرة تانية. خلينا دلوقتي نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، وكعادتنا بنبدأها معاكم بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. بعدها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين. خلال هذا الاجتماع أكد السيد الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات التي يليها الشعب المصري لهذا الأمر، وكذلك أيضا التحديات خلال المرحلة المقبلة. السيد الرئيس شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ من أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا أيضا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وامبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وده عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وأيضا التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وده في إطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام. امبارح أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعد لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مدير لمكتب السيد رئيس الجمهورية، واللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشار لرئيس الجمهورية للإعلام، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. امبارح أيضاً أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر لرتبة الفريق أول، وكذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس لأركان حرب القوات المسلحة.